قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم، أنبئكم يعني أخبركم، هنا أنبئكم فعل مضارع، دخلت عليه هل، هنا هل تحوله إلى المستقبل، وذلك لأن هذه الآية لها متعلق بما قبلها في سبب النزول. ما الذي قبلها؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فإن طائفة من اليهود سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: بمن تؤمن؟ فقال: أؤمن بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فلما ذكر عيسى قالوا: ما رأينا قوما أشر من دينكم ولا أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فقال عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لهؤلاء، بدل أن تحاورهم فيما ذكروا، قل هل أنبئكم